حته بسرعه قبل العسكري ما يرجع. اي خدمه يا استهانم؟ انت جيت امتى؟ لسه واصل حالا. ايوه سمر، مش هينفع اجيلك خالص، العسكري رجع على طول. معقول بالسرعه دي؟ ده انت حظك زفت قوي. طب اقولك ايه، انا اعصابي تعبانه قوي ومشدوده، ما تيجي تقعدي معايا شويه؟ لا لا يا سيام، مش هينفع خالص، اصل انا وجوزي رايحين كروز في اسوان ولازم نجهز. هتقعدوا قد ايه؟ يعني حوالي 10 ايام. طب وبعدين يا سمر؟ ما تسيبنيش كده، اتصرفي. بصي انا ممكن اديكي نمر الديلر يجيب لك الحركات ديليفري لحد البيت. ايه؟ لحد البيت؟ ايوه يا بنتي لحد البيت، في ايه مالك؟ ده بيجيب لنا كلنا عادي. طيب طيب اديني النمر. ها اوكي اوكي ربنا يستر. منور يا دكتور ميرو. دكتور مين بقى يا عم سيف بالهيلمان الجامد اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم ده؟ انا من ساعه ما دخلت واحد يسلمني للتاني يسلمني للتالت. فاكر فيلم عادل امام عريس من جهه امنيه؟ بالظبط. حاجه كده على قدي. لا على قدك ايه؟ واضح انك مالي مركزك تمام. وعلى فكره ده بقى ياكد لي ان انت هتقدر تفيدني. افيدك في ايه؟ امرني. بص يا عم سيف، انا عندي واحده قريبتي طلبوها للشهاده في قضيه الراجل الامريكاني اللي اتقتل من كام يوم. الراجل الامريكاني ده قضيتي. اسمها ايه يا قريبتك دي؟ اسمها نانسي جورج غطاس. عارفها، بنت زي القمر. قريبتك دي؟ اه يا سيدي قريبتي. طب قول لي جوزتهاش ليه؟ يا اخي انت مفيش فايده فيك ابدا، بقول لك قريبتي. خلاص عارفها، مهندسه الديكور. هي بعينها. بقول لك يا عم سيف، البنت دي بنت ناس جدا، ومش قادر اقول لك حالتها زي الزفت قد ايه من ساعه ما طلبوها للشهاده في المباحث. ما تخدمني في الموضوع ده يا سيف، دي بنت خالتي. قول لها تطمن، ده اجراء روتيني بيحصل في كل جرائم القتل. المباحث بتجمع كل الناس اللي ليهم علاقه بالقتيل، يحققوا معاهم وبعدين يحطوهم تحت المراقبه لفتره، يمكن يظهر عليهم حاجه كده او كده، بعد كده بيرفعوا من عليهم المراقبه. وبعدين البنت مالهاش علاقه بالجريمه اصلا، وكده كده اترفع من عليها المراقبه. الله يطمنك يا اخي، مش قادر اقول لك اهلها كانوا مخطوطين عليها قد ايه. لا قول لها تطمن. انا بقى ليه عندك طلب؟ تؤمر سيف. افسح بيسك 3 4 ايام هنا. طب يا سيف استاذن. تشرب ايه؟ ايه القلق ده يا ست هانم؟ عقيد وعسكري واقف على الباب؟ انا والله لو ما سمر هانم ما ادخل هنا لو تاخدي مني 100 وقيه. حصل خير، وريني معاك ايه؟ انا معايا صبعين، صبع ب 150 وصبع. هاتهم هاتهم هما الاثنين. شكرا قوي. اي خدمه ست هانم؟ خلاص يا قسطى، لما الحرفيه تخر تاني هنبعت لك. تحت امرك ست. متشكرين قوي. معلش يا جماعه انا اسف جدا ان انا طبيت عليكم كده من غير سابق معاك، بس الحقيقه يا عمي انا عندي خبر ما كانش ينفع اخره عنكم ابدا ولا اخبيه. خبر ايه يا ابني؟ خير؟ خلاص يا عمي شالوا المراقبه من على نفسي. بجد؟ عرفت منين؟ عندي يا ستي واحد صاحبي رتبه كبيره في الداخليه اكد لي نفس اللي كنت متوقعه بالحرف. قال لك ايه؟ قال لي ان هما كانوا حاطين المراقبه على نانسي يومين ثلاثه كده، لكن اول ما اتاكدوا ان مفيش اي شبهات حواليها رفعوا عنها المراقبه على طول. انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ ايوه طبعا يا عم. صاحبك ده انت مالي ايدك منه؟ ده صاحبي من ايام ما كنا سوا في المدرسه، يعني استحاله يكذب عليا. مش قصدي، قصدي يعني هو مركزه مهم، يعني معلوماته موثوق فيها؟ ايه اللي موثوق فيها؟ ده في امن الدوله. ايه؟ أمن دولة؟ معيطنة القضية بالكامل اتحولت عليهم لأن الضحية فيها أمريكاني، غير إن في شبهة إرهاب في الموضوع. هو بنفسه اللي أكد لي إن هم خلاص رفعوا المراقبة على نانسي. ربنا يطمنك يا ابني. عشان تعرفي بس إن أنا فعلاً قلبي عليكي. البوليس شكله بيراقبني. بدل المصيبة، عرفت منين؟ حسيت بيهم ورايا، ما أنا خبرة في تجارة الصنف 10 سنين وعمري ما اتمسكت. ما هي التجارة بتخلي لك عين تالتة في ظهرك. بس ما تقرش على نفسك، الشر بره وبعيد. طب كانوا بيراقبوك ليه؟ اكيد عشان موضوع ريتشارد. تفتكر بيشكوا فيك؟ طب ازاي؟ ده انا ما غلطتش قدامهم ولا كلمه. انت مش قلت لي انهم بصموك؟ اه يمكن اللي يقولك بصمه كده ولا كده وده اللي مشككهم فيه. يا غباوتك يا اخي، هم لو كانوا لقوا لي بصمه كانوا حبسوني وقتي. هم اللي مشككهم فيك؟ مش عارف، يمكن بيحصحصوا كده لغاية ما يتأكدوا.
تفتكر وانا هوجع دماغي ليه؟ وعلى راي المثل امشي عدل يحترع عدوك فيك. يعني ايه؟ يعني نكن ونختفي من تجاره الصنف دي لغايه ما الامور تهدى والعين تروح من علينا. علينا ده ايه؟ هو انا متراقب معاك يا عم؟ حد جاب سيرتك وانت استدعوك ولا خدوا بصمتك؟ ما هو ايه؟ ما هو عشان احنا شركة لازم اقول لك على حاجه افتكرت اني عملتها واحنا هناك. حاجه ايه؟ اصلك ايه؟ اصل واحنا خارجين من عند الامريكاني دهون كذبت عليك وقلت لك ان انا مسحت بصماتي وانا ما مسحتهاش. يخرب بيتك. طب والعمل يا شباب؟ لازم تختفي خالص اليومين دول، واوعى تعمل اي مشاكل، تتمسك تروح القسم يفيشوك هناك. اتجرجرنا يا حبيبي على القسم ولبسنا القضيه. استر عليا يا رب. بقول لك يا بابا، انا عايزه اشوف ادم واطمن عليه. ايه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ ما ينفعش، دي مجازفه محدش يعرف نتيجتها هتبقى ايه. لا مو انا ما ينفعش ما اطمنش على الانسان اللي ضحى بحياته ومستقبله عشاني. يعني كده خطر عليكي وعليه. يا حبيبتي مش معنى انهم شالوا المراقبه عليكي تبقي في امان. وممكن الضابط صاحب امير يكون بيعمل حركه تمويه عشان تاخد راحتك وتقعي في المحظور. لو حصلت هتنكر واروح له. وليه ده كله يا حبيبتي؟ عايزه اطمن عليه يا ناس، ضميري بيأنبني ناحيته، ما ينفعش اسيبه لوحده، لازم ابقى جنبه. وجودك جنبه هيعمل ايه؟ ده ممكن يعرضه لخطر اكتر. يا بابا ده بقى اهله ما بقوش معاه، احنا الناس اللي فاضلين له بس في الدنيا، ده غير الرعب اللي زمانه عايش فيه. طب خليها لبكره الصبح. لا يا بابا عشان خاطري دلوقتي ليل وفرصه كويسه صدقني. ما انا عارفك دماغك ناشفه واللي بتعوزيه بتعمليه. جورج انت هتقوم على امها ولا ايه؟ احنا هنروح ونرجع على طول. طب ما تخلي حضرتك واروح انا واجي بسرعه. ازاي يا حبيبتي؟ عايزه تروحي لواحد غريب في شقه لوحدكم؟ ده بالذات انا استأمنه على روحي، كفايه اللي عمله عشان يدافع عن سمعتي وشرفي. طبعا يا بنتي ده انسان اصيل، واللي بالنبل ده مستحيل يغدر او يخون، بس انا لازم اجي معاكي عشان ما ترجعيش لوحدك. ازيك يا ادم؟ ها احنا قلنا ايه؟ قصدي ازيك يا شريف؟ الحمد لله. انت كويس يا ستي؟ ما هو كويس اهوت وعالي العال زي ما قلتلك. اصلها اصرت تيجي تطمن عليك بعد ما عرفت انهم شالوا من عليها المراقبه، ما طقتش تستنى لحد الصبح. كتر خيرك. خيري ايه؟ ده انت جميلك على راسي من فوق. انتوا مستنيين حد؟